السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنكمل حلقات البامفلت. طبعا انا شرحت لكم في الحلقة الاولى البامفلت بصفة عامة، النهاردة هنتكلم بصفة خاصة، هنتكلم بتفاصيل ادق عن البامفلت. اولا لازم تفهم ان البامفلت دي هي اهم حاجة في شغل المعمل المانيوال، تمام، او الاوتوميتد. ليه بقى؟ لان هي موضحه لك كل حاجه. لا هتيجي تسال محمود ولا احمد ولا علي ولا سيد هتقول له ازاي يشتغل التحليل بالشكل ده، ولكن هتطلع البامفلت وتبدا تشوف الشغل ازاي. وعشان تفهم البامفلت صح لازم تفهم فيها نقط مهمه جدا. البامفلت دي فيها حاجات كتيره قوي وفيها تداخلات وفيها حاجات متشعبه، احنا مش عاوزين كل ده في البدايه. انا في بدايتي محتاج اعرف شويه بوينت مهمه جدا. اول حاجة عندي الريجنت اللي انا شغال بيه، والريجنت ده انواع، يا اما يجيبهولك محلول جاهز يقولك خد من الريجنت دوت 1 ملي او 500 او النسبة اللي هو قايلها، يا اما يجيبلك بودر ومحلول ويقولك حل المحلول ده واعمل لي حاجة اسمها الوركنج سوليوشن او المحلول اللي هتشتغل بيه. لو جابلك بودر ومعاه ازازة بتاخد حوالي 1 ملي او 2 ملي من الازازة الكبيرة وتحطها في علبة البودر وتقلبها بالراحة خالص، وبعد كده تيجي مفضي محتوى العلبة دي في قلب العلبة الكبيرة وتيجي مقلبها كويس جدا كده. انت حضرت ايه بقى؟ حضرت الوركنج سوليوشن. يبقى اول نوع عندي كان هو عامله جاهز، تاني نوع اداني المحلول ومعاه البودر بتاعك، تالت نوع عندك ان المحلول جاي جاهز بس علبتين، بتاخد من العلبة دي وبتاخد من العلبة دي وبتعمل لي الوركنج سوليوشن. زي ايه؟ قالك زي تحاليل الليفر انزايم وزي تحاليل الكرياتينين، تمام. يبقى انت في الليفر انزايم او الكرياتينين هيقول لك معاك انبوبتين، خد من ده كميه كذا وخد من ده كميه كذا، حطهم على بعض يطلع لي الوركنج سوليوشن. ده شكل المحاليل اللي بتشتغل بيها جوه المعمل. بس خلي بالك في نقطه مهمه، طريقه التحضير هتلاقيها مكتوبه مع خانه الريجنت. طب ايه كمان هتلاقيه مكتوب؟ هيقول لك اول ما تحل العينه سواء بودر او تحط المحلول ده على المحلول ده، ركز معايا بقى، يقول لك ان المحلول اللي انت حضرته او الوركنج سوليوشن ده استابيليتي، يعني ثابت لمده كذا، اسبوع، 10 ايام، شهر، شهرين، سنه، سنتين، ايا كان المده اللي قالها لك. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك بعد، لو هو قال لك ان المحلول ده استيبل لمده اسبوع، تمام، بعد اسبوع النتائج هتبقى مش مظبوطه، فخلي بالك وانت شغال. وعشان كده بيقول لك لا يفضل ان انت تحل المحاليل على بعضها وتسيبها، ولكن تحضرها عينه بعينه عشان تحافظ على الاستابيليتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعد ما خلصنا الريجنت وقرناها وعرفنا ازاي نحضر المحلول بتاعنا، هنروح نبص على ايه؟ قال لك هتبص على تاني حاجه، ما دام عندي محلول يبقى لازم يكون عندي عينه. طب العينه بتاعتي هبص فيها على ايه؟ هتبص فيها على كام بوينت مهمين جدا. هتلاقي مكتوب السبيسمن او السامبل. السبيسمن او السامبل هيحدد لك العينه اذا كانت سيروم او او هول بلاد او بلازما او يورين. يورين؟ اه طبعا احنا بنشتغل اليورين في تحاليل الكيمياء، تمام. لو قال لك سيروم يبقى انت عارف اللي هي على بلين تيوب، ولو قال لك بلازما يبقى انت عارف على طول، هتلاقيه كاتب ما بين قوسين نوع الانتي كواجولانت المستخدم. يعني ايه؟ يعني انا هشتغل تحليل كرياتينين، هو قال لي اشتغل الايديتا، تمام كده، بلازما، يبقى انت كده هتاخد عينه الايديتا بلازما وتشتغلها. ينفع اشتغل صوديوم سيتريت؟ قال لك لا. طب انا هشتغل ليفر انزايم، قال لك صوديوم سيتريت وليست ايديتا مثلا، يعني ينفع اشتغل الايديتا؟ قال لك لا. يبقى هنا في نوع العينه حدد لي ايه؟ حدد لي اذا كانت سيروم او اذا كانت بلازما، وهنا في البلازما قال لي ايه؟ قال لي نوع مانع التجلط، ولو هول بلاد هيحدد لك نوع مانع التجلط المستخدم، يعني الاوزماتيك فراجيلتي هتستخدم له هيبرين، السي بي سي هتستخدم له ايديتا وهكذا، الاي 1 سي ايديتا وهكذا، تمام. طب اليورين؟ قال لك لما تيجي تشتغل اليورين في معمل الكيمياء زي الكرياتينين كليرنس هيحدد لك طريقه الشغل ازاي، هيقول لك اعمل تخفيف لعينه اليورين بديستال ووتر بنسبه كذا لكذا. كل ده موجود فين؟ قال لك كل ده موجود في السامبل او السبيسمان. طيب حلو الكلام. بعد ما عرفنا السامبل،
يكتب لك تحتها على طول free hemolysis not libemic. يعني ايه؟ يعني خلي بالك ممنوع منعا باتا تشتغل التحليل ده لو في hemolysis او في libemic. طب لو في لايبيميك ينفع اعالجه؟ طبعا عن طريق السامبل بلانك. طب لو الهيموليسيز قال لك مستحيل تعالجه، لازم تروح تسحب عينه تانيه، لان هنشوف في اخر الحلقه ايه اللي بيحصل عندي. بعد ما قال لك نوع العينه وايه المعوقات او الحاجات اللي ممكن تاثر لي على التحليل في العينه، هيجي يقول لك ايه الاستابيليتي. زي ما الريجنت كان ليه استابيليتي، السامبل ليه استابيليتي. سحبت عينه وظائف كبد، الكهرباء قطعت، مش هتيجي غير تاني يوم العصر، ينفع اشتغل التحليل ولا ما ينفعش؟ هتلاقي الاستابيليتي بتاعتك بتقول لك افصل العينه وحطها في درجه حراره معينه، درجه الحراره دي ينفع تشتغل فيها التحليل خلال وقت كذا. مثال، هشتغل تحليل وظائف الكبد، الكهرباء قطعت، هفصل العينه واحطها في باب الثلاجه درجه حراره من 2 ل 7، درجه الحراره بتاعتي تمام، تصلح ان انا اشتغل العينه خلال قد ايه؟ قال لك خلال يومين. طب لو خدتها حطيتها في درجه حراره سالب 20 في الفريزر مثلا، قال لك ممكن تستخدمها لمده سنه. خلي بالك كل ما قلت درجه الحراره كل ايه بقى؟ كل ما زاد عندي مده الحفظ. الاستابيليتي او الثبات دي كل ما قللنا درجه الحراره كل ما زادت عندي درجه الحفظ. تيجي تسالني سؤال، انا هشتغل تحليل كذا ينفع احفظه في الثلاجه او في الباب، في الباب او في الفريزر؟ ما تسالنيش، انا طلع البامفلت بتاعتك وشوف الاستابيليتي بتاعتي. بعد ما شفنا الاستابيليتي بتاعت العينه، وبعد ما شفنا السامبل او نوع العينه اللي هستخدمها والريجنت، هروح ابص على ايه؟ قال لك هتلاقي تحتها على طول طريقه الشغل. فوق طريقه الشغل هتلاقي فيه كام نقط معينه. نوع التحليل هو اند بوينت ولا كاينتيك؟ تمام. طيب الويف لينث اللي هشتغل عليه كام؟ 546 340 500 ما اعرفش كام، بيحدد لك الويف لينث بتاعتك. بعض البامفلت بتحط الاستابيليتي واللينيارتي وبعضها بيسيبها لخطوات بعد كده، لكن اهم من كل ده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك الريجنت ليميت بلانك او الريجنت بلانك ليميت. ايه بقى ده؟ انت دلوقتي التحليل بيقول لك بلانك وستاندر وسامبل، ما تجيش انت تشيل البلانك وتحط مكانه ديستلد ووتر وتقول اصل انا بوفر. مفيش حاجه اسمها توفير. قال لك في البلانك ليميت ده عندي هاي وعندي لو. اللو هيبقى 0.000 والهاي 0.15، يعني 15 من 1000 وصفر. تمام. لو طلع قرايه البلانك عندي 20 30 من 1000 مثلا، يبقى ايه اللي حصل عندي؟ يبقى النتيجه هنا هتطلع مش مظبوطه، لان المحلول بتاعتي مدي لون عالي. يبقى الريجنت بلانك ليميت دي بتعرفني الكنترول على شغلي صح ولا غلط. عشان كده ما ينفعش تستخدم البلانك ديستل ووتر. امال اعمل ايه؟ اتبع خطوات البامفلت بالحرف. بعد ما عرفنا شوية الحاجات دول، هيجي بعد كده ويقول لك طريقة الشغل، حط كذا على كذا. لما يقول لك حط كذا على كذا ترد وتقول له امين، ما تحطش التاتش بتاعك. لما يجي يقول لك 1 ملي على 10 مايكون، هما الواحد ملي على 10 مايكون، ما تجيش تقول لي نص على 5، ما تحطش اي تاتش، اتبع الخطوات اللي مكتوبة عندك. تمام. بعد كده هيجي يقول لك ايه النورمال، والنورمال بتاعك هيكتبه لك كده for age and sex. يعني لما ان البيشنت يكون عنده كذا، النتيجه بتاعته المفروض تبقى كذا. لما يبقى عنده كذا يبقى كذا، ولو ميل هتبقى نتيجته كذا، ولو في ميل هتبقى نتيجته كذا. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، النتيجه لو طلعت معاك بالميلي جرام بير ديسيليتر وعاوز تحولها لاي وحده تانية، هتلاقي جدول مكتوب جنبي النتيجه او هو تحت كاتب لك طريقه التحويل. تمام. اشتغلت زي ما قلنا، جاي تطلع النتيجة، لقيت النتيجة بتاعت الجلوكوز 600 700 800، هل تاخدها تطلعها كده؟ قال لك لا. امال تعمل ايه؟ تعمل تبص على اللينياريتي بتاعتك. يعني ايه كلمة لينياريتي؟ كلمة لينياريتي معناها اقصى، يعني اقصى حدود للمحلول ان يقيس النتيجة دي. تمام. يعني مثلا محلول السكر اقصى حاجة ليه قيسها في السكر 600، طلعت النتيجة 700 800،
هنا النتيجة مش مظبوطة. طب أعمل إيه يا فندم؟ هتلاقيه كاتب لك يقول لك تعمل تخفيف بنسبة 1:1 أو 1:2، والنتيجة اللي تطلع تضربها في معامل التخفيف. كل ده فين؟ كل ده موجود في البامفلت عندي. بعد كده هيكتب لك قانون إزاي تطلع النتيجة. القانون ده بيختلف من الكالوريمتريك عن الكاينيتيك، وده هيتصور له حلقة لوحدها. بعد ما عرفت تعمل كل ده وعرفت اللينياريتي بتاعتك، هتلاقي حاجة اسمها التداخلات. يعني ايه؟ يعني البيشنت ده لو واخد دراجز، لو البيشنت دوت العينة هيمولوسيس، لو العينة لايبيميك، هتأثر لي على التحليل بالارتفاع او بالانخفاض، وعشان كده كتب لك في السامبل فوق ايه؟ free hemolysis not lipemic. دي كانت الحلقة رقم 2 في البامفلت وشرحها بالتفصيل. هنيجي بعد كده هنشوف في الحلقة الجاية الفرق بين الفاكتور الخاص بالكالوريمتريك والفاكتور الخاص بالكينيتيك، ويعني ايه اصلا كلمة فاكتور، وهنعرف التفاصيل بتاعتها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. كان معاكم كابتن اناليسيس. باي.